قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يتوعد بزوال إسرائيل قريبا بالرد عليها من خلال رد جبهة المقاومة على هجماتها الأخيرة في لبنان. وكالة أنباء تسنيم الإيرانية قالت إن سلامي توعد بالقضاء على إسرائيل في رسالة وجهها إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله. سلامي ندد كذلك بالهجمات الأخيرة على أجهزة البيجر للاتصالات في لبنان التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، ووصفها بالعمل الإرهابي. وفي حادثة هي الأكبر منذ بداية التوتر بين حزب الله وإسرائيل، تعرض الحزب لضربة وصفها بالكبيرة وغير المسبوقة في تاريخه، متوعدا إسرائيل بحساب عسير بعدما اتهمها بتفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصره، وقتل فيها 37 شخصا غالبيتهم من عناصر حزب الله، وأصيب أكثر من 3000 آخرين بجروح جراء تفجير آلاف الأجهزة.